تحية لكل يساري في هذا البلد، وتحية للرفاق في الجبهة الشعبية، وهم الآن حتى إذا هم غابوا سياسيا ممكن يرجعوا غدوة راهو، لكن مضامينهم ومضامين الاجتماعية اللي حملوها متبنيتها حتى حركة النهضة الآن، متبنيها بتمناها الرئيس ومتبنينها الناس الكل، وبالتالي رجاء معناها شوية احترام لرفاقنا في الجبهة الشعبية، واليوم لكل جواد كبوة وغدوة سنكون في خندق واحد وفي صف واحد من أجل تونس، ولن نزايد على ما قدموه من أجل تونس في أيام الديكتاتورية وأيام حتى الاستعمار. وبالتالي أنا أعتقد أنه كذلك نذكرك بتجارب أخرين اللي حكموا مع النهضة وين موجودين الآن، معناها رو مش كان اللي عارض النهضة هو مصيره كان أو لم يحظى بثقة الشعب، حتى هناك أحزاب كان حكمت مع النهضة، ونشوفوا نداء تونس الحزب المنقذ هذا اللي جان هانا شفنا مصيره وين. احنا في حركة الشعب، لكن تحية تونس جاب مقعد إلى حد ما محترمة تعتبر، شوف رغم انه الحزب مازال حديث العهد، عنده البنك المركزي وعنده البوليسيه وعنده الولايات وعنده المعتمدين وعنده العمد وعنده الطيارات وعنده الدبابات وعنده الواحد، وجاب وصرف مليارات ما هي مليارات، فهمتني، وهز فلوس من عند رؤساء المال بإرادتهم بغير إرادتهم من أجل حملة في الأخير. ما معنى بغير إرادتهم؟ بأشياء صار ابتزاز لرجال أعمال في الحملة الانتخابية. هناك حديث كثير من الحديث على المسألة هذه، لو تقتضي المصلحة الوطنية في حكومة فيها النهضة وتحية تونس هيكل المك، لو تكون مصلحة تونس تقتضي ذلك، إذا تكون هل مستواصلوا في الفيتو في علاقة بتحية تونس؟ إذا تكون حكومة الرئيس بشرعية الرئيس وحكومة أنقاذ وطني حقيقي وفقا برنامجنا، لن تكون هناك أي فيتوات.